لاحقوا تفاصيل المكان الجمالية والخدمية كجنود مجهولين، فكانوا شركاء في تحقيق التميز لدورة معرض دمشق الدولي 60، هم مشرفو وعمال الكهرباء والنظافة الذين وصلوا الليل بالنهار عملا يصنع صورة حضارية للمكان ويؤمن جوا ممتعا ومريحا للزوار. وينك انت؟ ابو غدير في مشيت لي بالكهرباء تبع التكييف بالجناح 6. يلا وصل لهنيك وخبرني. استاذ احنا بالكابين 6 والوضع صار تمام، كان في قاطع نازل، ضبطنا الامور وفي خط فاصل وصلناه ورجعنا يعني الدارة رجعت تمام. نحن بشكل عام ورشات كامل مدينة المعارض بلشنا شغل بداية الشهر بداية العام 2018. نحن مستمرين بالعمل بالخدمات، تقديم الخدمات لكافة المشاركين، بس شوي جماعة ورشة الكهرباء بيتعبوا أكثر من التانيين لأنه بتعرف الكهرباء أهم شيء بالمعرض. حاولنا نوازن أنه نوزع كل واحد بمنطقة مسؤول عن قطاع يكون جاهز قريب من أي مشكلة بتصير، وإن شاء الله أمورنا ماشية لحد الآن. بما يخص الانترنت كمان في اشخاص على الارض عم نشتغل وعم نوزع نت بشكل مجاني للمشاركين. احنا تلقينا اتصال انه في مشكله بالكابين رقم 6، ففتنا على الكابين لقينا في قاطع نازل وفي خط مفاصل، فهلا عم نحاول نرجع الشبكه مثل ما كانت لانه بصير ضغوطات كثير وسحب كثير على الشبكه، كونه هلا معرض مش بتعرف كله عم بيحمل وكله في الذروه، يعني بتكون الشبكه كثير مضغوطه، فبصير هيك حالات. الصعوبه انه بتكوني بمكان بيتصلوا فيكي لمكان ثاني بيكون بابعد نقطه، كثير في شغل وفي متابعه والحمد لله الامور تمام. يعني اجمل هيك احسن وقت تشوف العالم تغير عليك الوضع كلياته، تشوف البشر انك قدامك ترتاح نفسيتك ترتاح يرتاح قلبك انك لك نفس تشتغل العمل. المعرض بالعكس اموره على اكمل وجه، في اهتمام سواء من ناحيه الاناره من ناحيه الاضاءه حتى من ناحيه يعني الاجنحه بشكل عام اموره ممتازه جدا. مؤسسه المعارض والله ما قصرت معنا ابدا بموضوع الخدمات، كانت عم تجرب دائما كل الوقت، في اشخاص موجودين على الارض كانوا مهندسين يزودونا بموضوع الكهرباء، يعطونا نصائح، يعطوا الورشات اللي عم تركب لنا نصايح مشان الكهرباء مشان المي ومشان باقي القصص اللي موجوده. كانوا عم يوفروا علينا وقت، يعني على الارض كانوا عم يوفروا علينا وقت انه يقولوا لنا هي بتصير هيك، هي تمديد من هون بيصير. كان في تعاون واضح على الارض.